بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي شرح قصر دوكي، يقع في فينيسيا بشمال إيطاليا. هنبدأ الأول بالخلفية التاريخية وسبب الإنشاء. في عام 810 ميلاديا نقل الدوق أنجلو مقر الحكومة من جزيرة ملامكو إلى منطقة ريالتو، وقرر بناء هذا القصر. في القرن التاسع ميلاديا لم يتبقى أثر للمبنى، وذلك نتيجة لاندلاع نيران بالقصر وتدمير القصر جزئيا في القرن العاشر ميلادي. أجريت أعمال إعادة بناء بناء على طلب من الدوق زياني، وقرر المهندس المصلح للمبنى أن يتم تغيير تخطيط ميدان سانت مارك بالكامل. المبنى تقع وجهة واحدة منه على البيزايتا والأخرى تطل على حوض سانت مارك. أدت التغيرات السياسية في منتصف القرن الثلاثة عشر ميلاديا إلى الحاجة إلى إعادة التفكير في بنية القصر، ويرجع ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد أعضاء مجلس الشورى العظيم. فبدأ البناء في القصر القوطي الجديد في عام 1340 ميلادية، فكان التركيز الكبير بالمبنى على الجانب المقابل للبحيرة. في عام 1424 ميلاديا قرر الدوق فرانشيسكو أن يمد أعمال إعادة البناء إلى الجانب المطل على البيزنطة. في عام 1483 اندلع حريق هائل في القصر بالجانب المطل على القناة، حيث كان مسكن الدوق في ذلك الوقت، فأصبح من الضروري إعادة الإعمار مرة ثانية. وبعد ذلك اندلع حريق آخر ضخم في عام 1547 ميلاديا، ودمر بعض الغرف في الطابق الثاني، ولكن لحسن الحظ دون تدمير الهيكل ككل. فأجلت أعمال التجديد بالقصر عندما اندلع مرة أخرى الحريق الثالث عام 1577، ودمرت النيران غرف التصويت وقاعة المجلس الكبرى. بحلول نهاية القرن التسعتاشر كانت تظهر علامات الاضمحلال واضحة على الهيكل، على هيكل القصر في ذلك الوقت. فوضعت الحكومة الإيطالية أموالا كبيرة لترميمه، وتم نقل جميع المكاتب العامة في أماكن أخرى باستثناء مكتب الدولة لحماية الآثار التاريخية الذي لا يزال في الطابق العلوي للقصر. ففي عام 1923 قررت الحكومة الإيطالية صاحبة المبنى نقل إدارة القصر إلى البلدية. دلوقتي هنبدأ في شرح الوصف المعماري للقصر. كانت الواجهات تشتمل على قسم سفلي يتكون من أعمدة في الطابق الأرضي تحت الرواق المفتوح، على عكس العديد من القصور الأخرى في حقبة القرون الوسطى، فكانت الأروقة بأسفل القصر، في حين أن الجدران الصلبة بالأعلى. ومن التحليل للمبنى فهذا يعطي إحساس بخفة النظام الإنشائي بالمبنى وانفتاح المبنى، وهو دليل على قوة المدينة التي لم تشعر بالحاجة إلى قلعة محصنة مثل معظم المدن الأخرى في ذلك الوقت. زي ما احنا شايفين هنا، اللي فاتت دي كانت واجهة خارجية للمبنى، ودي واجهة داخلية، وده السلم الرئيسي، ده منظور للواجهة، دي الواجهة، وده البلان السكشن انتريور شوت وشوية تفاصيل. المسقط الأفقي بعد الدخول من الفناء الداخلي سنجد السلم المؤدي للمناطق الخاصة بالدوق، السلم اهو، والمعروف باسم سكالا دي غياني، ويحيط به تماثيل ضخمة من المريخ ونبتون، والواجهة تميل إلى الكلاسيكية في الأسلوب. وبعد أن تم إعادة بنائها بعد حريق منتصف القرن الخمستاشر، كان مسكن الدوق في الطابق الثاني
بينما تقع مكاتب المستشارين بالطابق الأول وبالطابق الثالث، حيث كان يلتقي الدوق مع السفراء الأجانب. حجرة مجلس الشورى الكبرى هي أيضا بالطابق الثاني. حجرة اللي على اليمين دي هي حجرة مجلس الشورى الكبرى، ودي واجهة للمبنى، وده السلم، وده التمثالين الكبار. حجرة مجلس الشورى بالطابق الثاني هي أكبر غرفة داخل قصر الدوق، وطولها حوالي ما يقرب من كامل الواجهة الجنوبية التي تطل على البحيرة. وكانت هذه الحجرة تستخدم لاجتماعات النخبة الحاكمة من مدينة فينيسيا، وعادة ما تستوعب 1000 شخص. ده صورة للمكان والسقف والزخارف اللي فيه. دلوقتي هنشرح الوصف الإنشائي للمبنى. إن الهيكل الخشبي المدعم لسقف الدوقي معقد جدا، وذلك لنتيجة الأعمال لصيانته وترميمه خلال القرون الماضية، وذلك بسبب الحرائق المستمرة به. فتم العثور على حالة من سقف قاعة المجلس الكبرى في قصر الدوقي تتكون من قطعة واحدة. هذه القطعة تغطي بحرا مكون من 25 متر دون استخدام نظام إنشائي بالمنتصف، وهذه شهادة تاريخية هامة للنظام الإنشائي بقصر الدوقي. دلوقتي هنشرح الحليات والزخارف. الزخرفة في كل مكان بالقصر. على سبيل المثال، زينت سجان أعمدة الرواق السفلي بالمشاهد التاريخية ومشاهد من الكتاب المقدس، ولون العمودان الواقعان على واجهة الجيزة باللون الأحمر، مما يشير إلى حيث تم الإعدامات العلنية الواضحة. يوجد أيضا شخص استعاري يرمز إلى العدل يجلس فوق أحد الأعمدة. الشكل رقم 11 هو ده الشخص الذي يرمز إلى العدل الذي يجلس فوق أحد الأعمدة. وأيضا يوجد العديد من الشخصيات الأخرى التي يمكن العثور عليها على السطح الخارجي للقصر. بداخل القصر نجد فن رائع مثل لوحة تيتانيا وتيتانيوم، وسلالم عريقة وفخمة، ومساكن الدوق وغرف الحكومة، وزنزانات السجون وجسر التمهيدات. وعلى طول البيزنطة يوجد أعمدة مختلفة، فكان بين العمود التاسع والعاشر تنفذ وتعلن أحكام الإعدام بين هذه الأعمدة بجانب البحيرة. هناك شيء مختلف يمتاز به قصر الدوق بفينيسيا، كانت الواجهات تشتمل على القسم السفلي يتكون من أعمدة في الطابق الأرضي تحت الرواق المفتوح، على عكس العديد من القصور الأخرى في حقبة العصور الوسطى. فكانت الأروقة أهي الأروقة بأسفل القصر، في حين أن الجدران الصلبة بالأعلى. ومن التحليل لهذا المبنى، فهذا يعطي إحساس بخفة النظام الإنشائي، وانفتاح المبنى دليل على قوة المدينة التي لم تشعر بالحاجة إلى قلعة محصنة مثل معظم المدن الأخرى في ذلك الوقت. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.